بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أولى حلقاتنا سنتطرق بحول الله وقوته إلى موضوع التقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله. قال: هي القلب. ويزيد صلى الله عليه وسلم ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى موضع القلب. التقوى أحبتي الكرام جاءت في مواضع عدة في كتاب الله عز وجل، وتحدث عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكرها الصحابة الكرام. ولنأخذ ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إذ يقول: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الرضا هي الخوف من الجليل، تستحضر الله سبحانه وتعالى في كل سكناتك وحركاتك، تخشى الله سبحانه وتعالى وأنت في علانيتك وأنت في سرك، كي لا تقع في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي قوم يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء ثم يردها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. قال الصحابة الكرام: بين من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم إن خلوا بمحارم الله انتهكوها. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما ورد في كتاب الله عز وجل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والاستعداد ليوم الرحيل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نقف عند هذا القدر، أضرب لكم موعدا في الحلقة المقبلة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.